وقل رب زدني علما. الأخ الكريم يسأل عن صلاة التوبة، يقول هل هي صلاة مستقلة بذاتها أم أنها تابعة؟ الجواب أنها صلاة مستقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا الحديث حديث صحيح، رجوا أحمد وأصحاب السنن سند صحيح، وهذا يدل على أنها صلاة مستقلة، وعلى أنه يشرع للمسلم إذا أذنب أي ذنب أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله ويتوب إليه. قل أستغفر الله وأتوب إليه، ويبوء بذنبه، يعترف بذنبه فيغفر الله له. فهذه يسميها العلماء صلاة التوبة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني بعضهم يسميها بغير هذا الاسم لا مشاحة في الاصطلاح، لكنها مشروعة مع كل معصية وكل ذنب يقع من الإنسان. ولو جعل المسلم بدلا منها مثلا كان الوقت وقت ضحى فصلى بدلا عنها ركعتي الضحى، أو كان مثلا في الليل وصلى عنها صلاة الوتر، الأمر في هذا واسع، لكن ينبغي للمسلم إذا وقع في أي ذنب أن يبادر ويتوضأ ويصلي ما شاء الله ثم يستغفر الله ويتوب إليه.